Moi, tu ne disais rien. Il y a des vacances, il disait, j'aime France. Alors déjà, خلصت بيه غادي. ما عرفتوش حال بيه بنزام فرنسا بنزام مهما كانت من مرسي لألجي ولا مرسي الوهرة من ألجي مرسي ولا باري من باري ولا من ليل مهما كان بيه أغلى مما تمشي من باريس لنيويورك ولا تاخذ مثلا بونسيون كومبليت إيه تعرف 800 يورو 1000 يورو تاخذ بونسيون كومبليت في سومان اوتيل 5 ايطوال الطياره خالصه ترونسفير خالص وكلش خالص اون بلان موا دوت هذا يعني مال بروجمي جوان دونك الجزائريين يخلصوا غاليه الفاكونس اللي يروحوا فيها البلاد دونك نقطنا جزائريه مسكينه قالت ما عليه نخلصوا بيه غالي بصح المعيشه في الجزائر شويه رخيصه بارابور على فرنسا باش الدينار طايح طايحه قيمته الدينار يعكس قيمه الجزائريه لاموني ديالك الدرهم ديالك يعكس اذا قيمتك كبيره الدينار راهو في العلاني اذا قيمتك طايحه الدينار راهو طايح هذه لانه واش لا القوة ديالك في دراهمك بكري في سنوات السبعين حتى المنتصف في سنوات الثمانين كان الدينار الجزائري مثلا ضعف الفرنك الفرنسي دوبل تاع الفرنك الفرنسي قيمة الجزائري كان دوبل تاع قيمة الفرنسي ومن بعد بداو يطيروا بها بشوية 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 حتى وين راح تخلي دونك هذيك المرأة اللي شافت باللي الدينار اللي طايحة قيمته تقول باريس تركي راح نبدل لورو نعيش خير صابت روحها في حكاية واحدة أخرى نسمعوها ومن بعد نعرف ثاني نصرف في النهار حتى 4 ملايين باغ جوغ وي باسكو ديجا انا الحاجه الاولى ما نسكنش هنا نسكن في فرنسا اي ملي تخدم الجزائر جي رماركي بلي المعيشه بزاف غلات ديجا بون رحت نقضي جوست لي بوتي رحت نشريهم جوج ثانية وقت اي دي تروك باش ياكلو صرفت 500 ومعها جوست جي ريان شتي تشوف ماشي حتى حاجه مي اني رماركيت حاجه الزوالي هنايا ما يقدرش يعيش مشاني نصرف النهار فوالا الزوالي ما يقدرش يعيش 500,000 حطتها جوست في شويه ياغورت وشي حويجات البتي ديجوني الفطور الصباح اللي دارها غتصرف 4 ملايين في النهار يعني دو سميك سميك راه زوج ملايين تصرف دو سميك في النهار باش تقدر تعيش نورمال لان المعيشه نورمال هذا هو هاد 4 ملايين راهي قيمه 200 اورو في فرنسا ما تصرفش 200 اورو امبوسيبل تصرف 200 اورو داخل في النهار عندك شوية دونك السيدة هذه شافت انه اكتشفت فقر الجزائريين في بلادها بلاد البترول بلاد الجوز الحديد الخير اللي عطاها ربي هي بلاد العشان بلاد الطابور ما كان لا ما هذه المرة ما قالش بلي تكون صباح ما تصيبش الماء في كوميني ما قالش بلي تروح دير لاشان على الزيت وعلى الحليب بون هي ما عنديش لاشان على الحليب لان الحليب تاع في الفرات هذاك يديروا عليه لاشان هي تروح تشري كونديا كونديا يدير 7500 ولا 10000 شحال يدير هذه سومتو دونك تروح تشري الحليب هذا تاع 10000 على هذيك اللي طلع لها 4 ملايين في النهار تروح ريستورون باش ما تكري طوموبيل ولا حدا طوموبيل دي ليسونس يعني باش تعيش عيشة نورمال كيما عايشة في فرنسا لازم لها 4 ملايين دو سمين وهذا اللي تجي يقول لك هو السميك تاعنا حنا يكفينا يا خويا تقول لي السميك راه 90 اورو بصح حنا نعيشو بيه تريبيا هاي جات المرا قولها راني نعيش تريبيا بالسمين شنو كيفاش الفقر
باش تعرفوا اعترفوا بك بزاف ناس ماهوش عارفين بالفقر في الجزائر. ها روح تعيش الحين شويه ياغورت خاطرك دي تي تريك البتي ديجوني 500 الف هذا ربع تاع بلاد واحد في البتي ديجوني زيد لها الغداء والعشاء يخرجوا يروحوا للبحر ولا هذيكم اللي باقوس راح علي باقوس يسقونها باش يسافي بقرا بنت حاكمه وربي يقدر الخير بلادنا وربي يبعد عليها ولد حرام وربي يعجب برحيل هذه العصابه المجرمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عشريه واحنا خرجنا بالسلميه اعتقلوا كاع الصواليه كي قلنا لهم مدنيه يسقط يسقط حكم عسكر تسقط.